احنا بنتتبع اوامر ربنا سبحانه وتعالى لنا وللنبي عليه افضل الصلاه والسلام في القران الكريم، ناخذ الامر ونقول سمعا وطاعه، بس لازم نفهم الامر. ففي بعض الامور او الاوامر الربانيه اللي ما فيهاش يعني سهله، يعني خلاص يعني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني في حاجات عارفينها ومع ذلك كان فيها كلام مع فضيله الشيخ اشرف الفيل. انما في امور اخرى لازم نفهمها اكتر. خلونا يعني نروح لسوره الانعام، وربنا سبحانه وتعالى في الايه رقم 68 يقول: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فضلت الشيخ أشرف الفيل، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. وهذه الـ 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 أو هذا الأمر القرآني يعني يتعلق بماذا بالتحديد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يبين ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم عدة أمور غاية في الأهمية، بل ويعلم الأمة كلها عدة أمور غاية في الأهمية. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هناك قوم من الناس سوف يخوضون في آيات الله، يعني هيتكلموا عن القرآن، هيتكلموا عن السنة، هيتكلموا في حاجات، هيخوضوا في الأوامر الربانية. تمام. والناس اللي هتخوض في الأوامر الربانية ده مستوى معين من البشر ومن الفكر مختلف عن بقية الناس، يعني ده مختلف. فدولك ناس عندهم كفر بآيات الله، فمهما تقول لهم أو تعد لهم مش هيفيد في حاجة، قصتهم مش هتفيد في أي حاجة خالص. اللي بيخوضوا في آيات الله دولك نوعين من البشر. واحد هو اللي بيخوض، يعني هو اللي بيطعن في القرآن، واحد هو اللي بيطعن في السنة من تلقاء نفسه لأنه كاره للقرآن وكاره للسنة. واحد تابع له، يخوض معه، بيقلده، بيمشي معاه، بيعمل زي ما هو بيعمل من غير ما يفهم. التاني ده ربنا قال عنه في آية في القرآن: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. بالظبط. فهنا كانوا ماشيين مع الموضة، مع اللي بيتقال. نخوض مع الخائضين دي واسعة قوي ومطاطة. بالظبط كده. ليها علاقة بس ملهاش علاقة، ليها علاقة بإيه يعني؟ لا بقى، يخوضوا مع الخائضين مش في أي حاجة، مش في الكلام ده، يخوضوا مع الخائضين في كل ما فيه هدم لشريعة الله سبحانه وتعالى، كل ما فيه هدم للقرآن، كل ما فيه إنكار للقرآن. ما في ناس كتير قوي يعني يمكن اتفسرت هنا بالآية دي. أيوة، يخوضون في آياتنا. هنا في آياتنا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. فهو بيقول إن في ناس أصلا في بالطبيعي كده عندهم إشكالية في موضوع الخوض يعني ده. فاحنا مثال، لو ضربنا مثلا على الناس اللي هي مثلا بتعيش مع اللي بيخوضوا، يعني في واحد راس مدبرة هي اللي بتخوض، وفي عندي جنب منه شخص هو ماشي معاه. زي ايه مثلا؟ زي لما تيجي يظهر كده في مرة من المرات ان حد يجي يطعن في آية من القرآن الكريم ويقول انا لقيت فيه تعارض في القرآن الكريم وتلاقيت كذا كذا. في كثير من الناس ممن يستمعون لهذا الكلام دون دراسة ودون وعي ودون فهم ودون إدراك ياخدوا نفس الكلام من الشخص اللي بيقول ده ويطلعوا يقولوا زيه بالظبط، ويجي يقعد يناقشك على إنه هو المفكر. ده بقى يخوضون مع الخائضين. اللي زي ده بنقعد معاه وبنفهمه وبنعرفه. إنما رأس الحربة أي الشخص الذي يحاول أن يطعن، لا ده ما تقعدش بقى معاه. ليه؟ لأنك أنت لو جيت قعدت معاه لن يزيدك هذا الأمر إلا اتساع رقعة الشكوك في القرآن أو في الدين، لأن هو ما عندوش مطلق الإيمانيات. فربنا بيقول للنبي إزاي اتساع مطلق الشكوك؟ مش ساعات يعملوا مناظرات ويجيبوا شيوخ عظام مع حد تاني ضد أو مستشرق أو كذا، ودي كانت حاجات مفيدة جدا وبتطمئن قلوبنا يعني. عايز اضرب لك مثل من الواقع وانت حضرتك هتقدري تقدري المسافه. لو جبنا اتنين دكاتره كبار اساتذه في كليه الطب، واحد طبيب متخصص في بطنه والتاني طبيب متخصص في مثلا امراض الكلى، وحطيناهم الاتنين قصاد بعض، والاتنين اللي قصاد بعض دول بيناقشوا بعض فيما يخص المواد العلميه اللي خاصه في موضوع البطنه وموضوع الجهاز الهضمي وموضوع الكلى وارتباط الاتنين ببعض. مين في العالم ال100 مليون اللي قاعدين في مصر فهم الاثنين الدكاتره؟
الدكاترة اللي زيهم. بس. طب والباقي فهمش حاجة؟ هنقعد نتفرج بس، ممكن نفهم على الوش فرعيات كده. فرعيات، لو اتكلم في حتة أكل، في حتة شرب، في حتة أدوية، في حتة علاجات، ماشي. ممكن نفهم صحيح، حاجات. بتتكلم في ناس بتتكلم بمصطلحات علمية دقيقة نفس وكده. الكلام الدين، نفس القصة، الدين مصطلحات علمية. فأنت لما تجيب واحد قاعد يطعن في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وهو بيتكلم في مصطلحات علمية، فيجي التاني يقول له هذا حديث صحيح، اللي قاعد مليون واحد أو 120 مليون اللي قاعدين مش عارفين يعني حديث صحيح، ولا يعني حديث موضوع، ولا يعني حديث كذا، ولا بس مسند، ده ولا يشكك ما يعرفش. ويذبذب، والناس ممكن حلو تتذبذب أوي، بناء على كلامه. حلو أوي. ما أنا قلت لك الناس صنفين، اخد الناس اللي تحت، ما الناس اللي اخدوش تحت هو. انا ماليش دعوه بيه، هو انا اطلع اقول للناس بقى، ان ارد على الناس بقى واقول لهم الموضوع يتطلب منا فهما وعلما وادراكا لكثير من المسائل اللغويه والمسائل البلاغيه، لان القران جيب اللغه العربيه الفصحى. فمعنى ان جي ربنا قال في ايه كده في القران، ايوه. في سوره ابراهيم يمكن، اي نعم، وكذلك انزلناه حكما عربيا. عربيا صح. يعني ايه حكما عربيا؟ يعني معناه لا يمكن لاحد ان يطلق الاحكام الشرعيه الا ان يكون عربيا، لان القران عربي. ايوه صح. فانا دلوقتي لو جبت واحد اجنبي اصله الماني ولا اصله انجليزي وقعدت اشرح له في قواعد اللغه العربيه مش هيفهم. بس دول لما بيسلموا بيبقوا كويسين جدا بيبقى وبيفهموا احسن من وبي ليه بقى؟ ايه الفرق اه بقى؟ ايه الفرق يا استاذه؟ هو لما دخل في الاسلام دخل اعتقادا، اه فدخل في قلبه، فصدق الغيب اكثر من تصديقه للظاهر، اه فدماغه ما فيهاش اي شكوك، فيش اي تناقضات موجوده جواه. لكن احنا بالنسبه لنا احنا عشان فاهمين في اللغه العربيه، مش عشان فاهمين، عشان بنتكلم اللغه العربيه، اه فممكن اي حد يخاطبنا ويقول لك بالعقل، القران لا يؤخذ هكذا بمساله بالعقل. العقل ولا كذا. ليه؟ ما فيش لان في حاجة. حاجات اكبر مننا بكتير.